مشاهدينا الكرام، ينضم معنا مدير إعلام مديرية الدفاع المدني في العراق من بغداد العميد جودة عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. وبالبداية، هل تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء جميع المصابين في هذا الحادث الأليم؟ ألو، هل تسمعني؟ نعم. مرحبا بك مجددا سيادة العميد جودة عبد الرحمن. يعني أسألك أنه هل تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء جميع المصابين في هذا الحادث الأليم؟ نعم، منذ الفجر حقيقة استطعنا ولله الحمد وبمشاركة كافة إخواننا الساندين لنا في محافظة نينوى من انتشار جثث الضحايا وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. سيطرت في ذات الوقت من جنبه أخرى على الحادث بشكل سريع من خلال تسخير كافة إمكانيات دفاع مدني نينوى للسيطرة على حادث الحريق في قاعة الأعراس التي حصلت في منطقة الحمدانية. نعم نعم سيادة العميد، ما هي أسباب هذا الحريق؟ وهل قاعة الاحتفالات فعلا كانت مخالفة لشروط السلامة؟ الشق الأول من سؤال جنابك، الأسباب تحدد بشكل رسمي ودقيق من قبل الفرق الأدلة الجنائية. فيما يخص الشق الثاني من سؤال جنابك، نعم البنايه هي مخالفه لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنه 2013 من خلال استخدامه جزء كبير من مقاصد البناء من ماده الساندويتش بانل والايكوبون، فضلا عن اخلاله باجراءات الوقايه والسلامه والسماح للضيوف او كادر القاعه باستخدام الالعاب الناريه التي قد تكون رؤيتنا نحن كدفاع مدني هي السبب الرئيسي والمباشر في حصول حادث الحريق والتدافع على باب الخروج والدخول والعدد الكبير الموجود من الضيوف والانبعاثات الغازيه الكبيره من مادتي ساندويتش بانر والكوبون وتساقط الشرر والنيران من السقف المحترق وانهيار جزء من السقف الذي ادى الى حصول اصابات كبيره في الضيوف الموجودين في القاعه سواء وفيات او مصابين. نعم نعم سيادة العميد، اذا في هذه الحاله من يتحمل المسؤوليه في ظل غياب اجراءات السلامه العامه؟ نعم، فيما بما انه صاحب المبنى هو مخالف لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنه 2013 وهناك ملاحظات ومخالفات مؤشره بحق هذا البناء ومنذر سابقا من قبل فرق الدفاع المدني، فوفق قانون الدفاع المدني وفق قانون العقوبات العراقي فان صاحب المبنى هو من يتحمل المسؤوليه القانونيه والجزائيه فيما حصل داخل القاعه وعدم اهتمامه واهماله بتوفير كل متطلبات السلامه للحضور داخل هذه القاعه، لان الكل يعرف ان هذه القاعات والمشاريع التجاريه والمولات التجاريه يكون فيها حضور المواطنين باعداد كبيره، لذلك يجب ان تكون اجراءات السلامه متوفره بشكل دقيق وبكل ما تفرضه مديريه الدفاع المدني حتى اذا حصل حادث حريق يستطيع السيطره عليه بشكل مبكر ويكون صغير في ذات الوقت، لكن هذه المخالفه الصارخه ادت الى حصول هذا الحريق بشكل كبير وحصول الخسائر البشريه الكثير أعلن عنه. نعم طيب سيادة العميد، يعني رئيس الوزراء وجه خصوصا الدفاع المدني بالتأكيد على إجراءات السلامة السابقة للكشوفات ووجه أيضا بالعمل على البدء فيها بها، فمتى سيتم المباشرة فعلا في إجراء الكشوفات من أجل التأكد من إجراءات السلامة الوقائية في قاعات كهذه؟ لا لا، العمل احنا يومي، هذا عمل يومي لمديرية الدفاع المدني في متابعة المشاريع وكل الشواغل الموجودة على الأرض والتأكد من إجراءات السلامة الوقاية. وفي السنوات الثلاثة الأخيرة كانت هناك استجابة رائعة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص، لكن إلا ما يظهر هناك مخالف في هذه المحافظة أو تلك المحافظة وخسائر، يعني من خلال كشوفاتنا على هذا المبنى ومخالفتي لاستخدام هذين المادتين، الا ان صاحب البناء قدم شهاده فحص بهذه الماده من احدى الشركات وهذه هذه الشهاده حاليا بدانا نشك بهذه الشهاده، لان هاتين المادتين لم يصمدا وقت كبير امام حادث الحريق وبالتالي اثار شكوكنا حول الشهاده المقدمه من صاحب البناء في فحص هاتين المادتين. نعم نعم مدير اعلام مديريه الدفاع المدني العميد جودة عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.